بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنستكمل محاضرات الأساسات، وبعتذر لحضراتكم عن التوقف الطويل اللي حصل نتيجة الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد والثورة اللي حصلت في مصر. ربنا يا رب يجعل كل أيام مصر والعرب جميعا بخير وسعادة، وكلنا يا رب نعدي من الأزمة دي على خير. إن شاء الله احنا كنا انتهينا في محاضرات الأساسات عند حسابات الهبوط. هنستكمل مع بعض إن شاء الله حسابات الهبوط، وللتذكرة السريعة إن احنا قلنا إن الهبوط قسمناه إلى جزئين، اللي هو الهبوط المبدئي أو الابتدائي أو الفوري وسميناه السقاي، وفي عندنا الهبوط اللي هو بيحصل نتيجة تدعيم التربة أو الناتج عن الانضغاط السنوي للتربة والكريب اللي بيحصل، فسميناه settlement consolidation، وقلنا ان ده الهبوط اللي هو طويل الامد اللي ممكن يحصل على التربة، زي بالظبط ما كنا بندرسه في موضوع الترقيم، وكنا بنحسب برضو ترقيم طويل الامد والترقيم الفوري. وقفنا في المحاضرات عن حسابات الهبوط الفوري، وقلنا ان الهبوط الفوري بنعتبره هو الهبوط المؤثر لو احنا بنحسب تربه معظمها ساند. لو التربه اللي عندي معظمها ساند فبيبقى انا عندي التوتال سيتلمنت اوف سويل تقريبا، بيبقى انا عندي الترم المؤثر هو الاس اي او الهبوط الفوري. لو كان عندنا التربه من النوع الطمي او من نوع الطين الكلي، فبيبقى انا عندي الهبوط المؤثر هو الاس سي اللي هو كونسوليديشن. وقلنا ان الهبوط ده او هذا النوع من الهبوط نتيجه الى ان لو انا عندي المنشأ ده بيؤثر على التربه، هذه التربه تربه رمليه فبيحصل لها انضغاط فوري، والانضغاط الفوري بتبقى قيمته تقريبا بتساوي قيمه الهبوط الكلي. انما بالنسبه للتربه الكلي او التربه اللي هي الطميه فبتبقى بتحتوي على فراغات، والفراغات دي ممكن جدا تحتوي على ميه، وبتاخد وقت طويل جدا علشان الميه دي تبدا تهرب من الفراغات ويحصل كامل انضغاط للتربه، وبالتالي فان الهبوط طويل الامد هو الهبوط المؤثر بالنسبه للكلي. احنا بس بنسبب ليه ان التربه الرمليه بيبقى الهبوط الفوري هو العنصر المؤثر، وليه في بالنسبه للتربه الطينيه او التربه الطمية او الخليط بينهما بيبقى انا عندي الهبوط طويل الامد هو الهبوط المتأثر. العلاقة بتبقى مدروسة من هروب المية من خلال المسمات والفراغات. بالنسبة للتربة الساند بيحصل هروب سريع للمية، وبالتالي بيحصل لي الهبوط الفوري بيبقى شبيه بالهبوط الكلي. انما بالنسبة للتربة الطمية فبياخد وقت عبال ما المية تبدأ تهرب من الفراغات اللي بيؤثر عليها ضغط المنشأ واللي بيتولد عنها فراغات، ونتيجة لهذا بيحصل الهبوط. وإن شاء الله ربنا ذكرني، لأن إحنا عندنا دلوقتي إحنا كده بنحسب أو عندنا أو بناخد الطرق اللي أنا أحسب بيها السيتلمنت تحت الأساسات، وبعد ما بحسب السيتلمنت أنا هقارنها في النهاية بالألوبل بتاعتي. إذا كانت ضمن الألوبل خلاص أنا كده أوكي، إذا ما كانش أنا ببدأ أعمل موديفاي أو تغيير لأبعاد الأساسات عشان أبدأ أوصل للقيم اللي أنا محتاجها. وطبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض حضراتكم ان الاس اي او الهبوط الفوري الايتمز بتاعته اللي هي بتؤثر عليه، باخد الايتمز اللي هي بتأثر لي على قيم الهبوط الفوري، واللي منها ببدأ اغير في هذه القيم لحد ما بحصل على قيمة اس اي في الرينج اللي انا محتاجه. على سبيل المثال احنا عندنا قيمة الميو اللي هي نسبة بواسون، نسبة ثابتة، أنا مش هقدر أتحرك في نسبة بواسون لأن إحنا بناخدها قيم ثابتة. بالنسبة للتربة اللي هي الطمي أو الرمل بناخدها ب3/10، بالنسبة للطين بناخدها 5/10، يبقى ده ترم ثابت أنا مش هقدر أتحرك فيه. عند البي اللي هو الحمل المؤثر اللي جايني على مقدار الضغط اللي هو مؤثر على التربة عند منسوب التأسيس، برضو أنا مش هقدر أتحكم فيه لأن ده محكوم عندي بالسوبر ستراكشر ومحسوب من الأحمال اللي هجيني على المنشأ. اللي بقدر أتحرك فيهم
بي اللي هو عرض الاساس، ان انا لو كبرت عرض الاساس كده بالتالي انا هحصل على اس اي كبيره او هحصل على هبوط كبير. هنا العلاقه علاقه طرديه، ان البي كبرت هلاقي ان الاس بتكبر. عندي حضراتكم الاي اس اللي هو معامل انضغاط التربه، كل ما ده بيزيد كل ما الهبوط المحتمل بيقل. يبقى انا عندي الاي اس اللي هو معامل انضغاط ده مؤثر بالنسبه لي، عندي البي مؤثر، عندي الاي اللي هو معامل الجسائل اللي احنا دردشنا حواليه وقلنا مدى تاثيره على الاساس، واتفقنا ان هو بيتاثر من كون الاساس مرن او الاساس جسئ. ومن خلال هذه الجداول انا بقدر اختار القيمه المناسبه بالنسبه لي لقيمه الاي علشان احصل على قيمه اس اي بتقع في الرينج المطلوب. عرفنا ازاي بنحسب الهبوط، سواء كان عندي تربه اللي هي تحت الاساس كانت بعمق كبير لا نهائي ومقداره اتش، وعرفنا برضو ازاي بنحسبه اذا كانت التربه متسلسله او عندي كثير او انواع كثيره من التربه اسفل الاساس، وعرفنا ازاي بنحسب ان هو بيبقى عباره عن سمشن لهذا الايه لهذا القانون، وده تم شرحه في المحاضرات اللي فاتت. نبدا نتكلم على النوع الاخر. النوع الاخر وهو الهبوط بالنسبه للتربه الطمييه او التربه الطينيه اللي هو ناتج عن تدعيم التربه اللي هو الكونسوليديشن سيتلمنت، وده اللي احنا بصدد ان شاء الله شرحه في هذه المحاضره. قبل ما نطلع من هذه المحاضره احنا خدنا طرق عديده جدا لحسابات الاي اس، سواء كان من خلال التجارب لو نتذكر، يعني من خلال التجارب قدرنا نحسبه، من خلال الخبره الميدانيه قدرنا نحسبه. عشان نقدر نحدد الـ ES برضه، عشان نبقى قطعنا هذا الموضوع تماما إن شاء الله، علشان نقدر نحدد قيمة الـ ES إحنا عندنا بيعتبر في عندنا طريقتين، في طرق مباشرة وفي عندي طرق غير مباشرة. بالنسبة للطرق المباشرة، تجربة التحميل باللوح اللي إحنا كنا شرحناها أو خدنا عنها جزء في المحاضرة اللي فاتت، إن أنا بقدر أجيب معامل انضغاط بين العلاقة ما بين الحمل وما بين الهبوط، وأنا عندي بيبقى فيه هنا بليت، البليت ده بيبقى يا جماعة مربع، طول ضلعه بيبقى تقريبا 30.5 سم، يعني ده بيبقى أدم في أدم، يعني ده بتاخد من النظام الإنجليزي، ده بيبقى أدم في أدم اللي هو البليت اللي أنا بحسب عليه الهبوط بتاعي. من هذه التجربة بيبقى أنا عندي في علاقة بتبقى ما بين الهبوط اللي بيحصل وما بين الاس بليت اللي هو الهبوط اللي بيحصل ليه هذا البليت. وبرضو نكتب لحضراتكم المعادلة عشان برضو يبقى احنا بالمرة شرحنا اللي هي تجربة التحميل باللوح او حسابات الهبوط من تجربة التحميل باللوح. بسم الله الرحمن الرحيم، نكتب لكم المعادلة بتاعتها. ان الاس بتاعتي، بس اخد اي كوبي من دول عشان اشوف بس حاجه مناسبه ليا بسرعه. من تجربه التحميل باللوح بنحسب قيمه الهبوط بالنسبه للتربه بتساوي معلش عفوا برنامج تقيل شوية. ندلل ده هنا حضراتكم، بيبقى ما قيمته 2 بي. معلش انا اسف، كان المفروض ان انا اجهز لكم المعادله اصلا. 2 بي اللي هو عرض الاساس مقسوم على، احنا قلنا عرض اللوح 30.5 يبقى 0.035 زائد البي قوزة بيبقى لكل تربيع.
دي هناخدها اللي هي الاس، بس الاس دي حضراتكم هنحط لها صاب كده عشان بس نميزها عن الهبوط. ده الهبوط اللي انا هحسبه اللي هي من المعادله، هنكتب هنا بس كلمه بليت عشان يبقى ده معروف انه بتاع التجربه. معلش استنزفت وقتنا شويه. المهم احنا حضراتكم لما بنيجي نحسب الهبوط من خلال التجربه، انا بحمل هذا البليت اللي هو اطواله او ابعاده عباره عن قدم في قدم، وبحسب الهبوط بتاعه على عمقه بيساوي 2 بي اللي هو 2 عرض البليت الصغير ده اللي هو المكتوب عليه سمول بي، ده اللي هو 30 ونص سنتي. بنحسب الهبوط على عمق بمقداره 2 بي، وبنحط الضغط المؤثر بي، بنبدأ نزود فيه الأحمال بي وهكذا، وبناخد القرايات بتاعت أو بنقيس الهبوط بتاع هذا البليت، ونتيجة عن كده أنا بقدر أرسم هذا الكيرف ما بين الحمل المؤثر وما بين الهبوط، بقدر أرسم هذا الكيرف من تجربة تحميل اللوحة. لما باجي احسب الهبوط بتاعي حضراتكم هنا، الهبوط اللي هو اس ده اللي انا كتبته لحضراتكم المعادله بتاعته، يبقى انا عندي اس عشان اجيب الهبوط اسفل الاساس بيساوي اس للبليت اللي هو مقدار الهبوط للبليت اللي انا بقيسه، ده اللي هو اللي انا عملت عليه التجربه، وعندي بي دي اللي هي عباره عن عرض الاساس، بطبق في هذا القانون بمعلوميه الاس بليت او الهبوط اللي ايه اللي انا قيسته بالنسبه للبليت في التجربه، بقدر احصل منها على اس او الهبوط المتوقع. انا كده بحسب الاس اي، انا لسه انا ما دخلتش في حسابات اس سي. كده بقدر احسب الهبوط المتوقع للاساس اللي انا هنشئه على هذا النوع من التربه. التجربه دي تجربه مباشره بنقدر نحسب منها قيمه الهبوط الحادث في التربه. بالنسبه لهذه التجربه لما بنيجي نحسب قيمه الهبوط من هذه التجربه علشان نقدر نحسب معامل الانضغاط اللي انا اقدر احطه في حسابات الاس اي زي ما كنا كده بنشرح المره اللي فاتت، في حسابات الاس اي اللي هي الاي اس دي علشان اطلعها من تجربه اختبار تحميل اللوح، بنحسب اما بدلاله الميل اللي هو بتاع المماس الابتدائي. احنا لو شايفين كده حضراتكم من اول الكيرف ما بيبدا خالص برسم مماس ابتدائي اللي هو ده اللي اسمه اللي عليه سهم صغير ده المماس الابتدائي، بحسب ميل هذا الخط وليكن مثلا بيصنع زاويه بمقدار سيتا مع الخط الافقي اللي هو خط الحمل او خط اللود، وبالتالي ان الاي اس بتساوي ميل هذا المماس اللي هو تان سيتا، سيتا اللي هي محصوره ما بين المماس الابتدائي، مماس اللي هو الخط ميل المماس الابتدائي لنقطه بدايه الكيرف مع الخط الافقي، لو تخيلنا ان دي اسمها سيتا، يبقى تان سيتا مضروبه في 2 بي اللي هي عرض اللوح اللي هو العمق اللي انا بقدر احسب عنده الهبوط بالنسبه للتربه، لان زي ما انتم شايفين انا عندي لو عرض اللوح ده بمقدار سمول بي انا بقدر احسب الايه الهبوط لحد عمق بمقدار 2 بي بس، بقدر احسب لحد ضعف هذا الايه ضعف هذا العرض مقسوم على ايه اللي هو مساحه البليت نفسه. يبقى انا عندي الاي اس من تجربه اختبار هذا اللوح بتساوي تان سيتا، عرفنا السيتا اللي هي محصوره ما بين هذا المماس الابتدائي والخط الافقي، مضروبه في 2 بي اللي هو 2 عرض البليت اللي انا بشتغل عليه او بالدبس بتاعه العمق الفعالي اللي انا بشتغل عليه، مقسوم على ايه اللي هي الاريا بتاعه البليت اللي هي تعتبر قدم مربع. كده انا بقدر اطلع قيمه الاي اس. طلعت قيمه الاي اس وحسبت الهبوط، هحسب بقى كده انا الايه بحسب الهبوط الناتج من البليت، يبقى اقدر اعمل استيميشن للهبوط اللي هيحصل فيه هذه التربه من خلال المعادله اس بتساوي اس بليت اللي هو الهبوط اللي حصل فيه التربه. انا خلاص اقدر احسب الاس بليت لان انا حسبت الاي اس من هذه التجربه، معاملات المعادله كلها بقت بالنسبه لي معروفه، البي معروفه واللي هي المعادله دي حضراتكم اكن بالظبط بطبقها على البليت. بعد ما بحسبها بالنسبه للبليت باخدها اعوض بيها في هذه المعادله، بقدر احصل على الهبوط المتوقع لاساس عرضه بي، اللي انا
هحطه في التصميم بتاعي. كده انا قدرت احدد من تجربة اللوح اي اس، وقدرت احدد كمان او اعمل استيميشن للهبوط اللي هيطاق المطاق. هنا حضراتكم بالنسبه لتجربه اللوح بس، احنا كان عندنا نقطه مهمه بنحب ان احنا نوضحها او نشير ليها، زي ما اشار ليها الكود المصري، قال ان احنا ممكن نحسب قيمه معامل الانضغاط اما بقيمه المماس الابتدائي اللي هو الانيشال تانجنت اللي هو عند اللي هو ميل المماس الاولاني اللي محطوط دوتد لاين ده اللي هو فوق، او بمقدار ميل المماس القاطع عند حمل بمقدار من 3 ل 5 من 10 بي ماكسيمم المؤثر على هذا الايه على هذا اللوح. يعني انا ممكن احسب معامل الانضغاط من خلال هذه التجربه، يا اما بدلاله ميل هذا المماس اللي هو المماس الابتدائي، يا اما بدلاله ميل المماس القاطع عند حمل اقصى بمقداره 3 الى 5 من 10 من قيمه البي ماكسيمم. يبقى انا عندي من 3 سي بوينت 4 من البي ماكسيمم، انزل راسي هقطع هذا المنحنى في نقطه، اوصل النقطه دي ببدايه المنحنى، يبقى انا عندي كده انا ولدت خط اللي هو اسمه المماس القاطع، يبقى بميل هذا المماس القاطع، يبقى انا بقدر احدده بميل ده او بميل ده. مهم جدا ان انا نقول برضو بالنسبه لهذه التجربه اللي هي تجربه التحميل، زي ما يعني انا اتذكر ان انا قلتها في المحاضره اللي فاتت او اللي قبلها، واعذروني عشان البعد ما بين المحاضرات، قلنا ان هذه التجربه ما بتدينيش تقدير بالنسبه للهبوط الناتج في التربه الطينيه، ما اقدرش اعتمد على هذه التجربه بالنسبه للتربه الطينيه، لان التربه الطينيه بيحصل عندها الهبوط على طويل الامد، انما في تجربه اللوح هنا حضراتكم هنا الهبوط بيحصل لحظي فوري، اول ما باثر بحمل ما اول ما بزود الحمل بيحصل هبوط اكتر بالنسبه لهذا البليت ذات المساحه القياسيه المعتمده، وبالتالي ما اقدرش اعتمد على هذا على هذه التجربه في حسابات هبوط التربه الطينيه او الطينيه، انما بقدر اخدها انديكيشن ومؤشر بالنسبه ليا في التربه الرمليه. كده احنا قفلنا موضوع اللي هي تجربه الاختبار باللوح. اتفقنا ان علشان نقدر نحدد الاي اس، قلنا في التجربه المباشره اللي هي دي تجربه بتعتبر شبه مباشره، في عندنا تجارب غير مباشره وهي تجارب مثلا اللي هي تجربه الاختبار القياسي، والتجربه دي بنستخدمها في حسابات الاي اس علشان نقدر نحسب الهبوط الكلي المتوقع للتربه الغير متماسكه، ودي انا ناقل هذا الجزء من الكود المصري، وبدا يصنف لي بالنسبه لتجربه الاختبار القياسي. زي ما نفتكر زمان ان انا عندي من قيمه ان بقدر احدد نوع التربه او اصنف التربه، بعد ما بصنف التربه بتاعتي بقول ان الاي اس بتساوي 4 ان لو تربه طينيه، او بتساوي 7 ان لو تربه رمليه، اند سو اون لحد ما بوصل ل 12 ان، وبالتالي ان الاي اس من 4 ل 12 اللي هي من اول قيمه لحد اخر قيمه من قيمه ان على حسب تصنيف التربة وعلى حسب تجربة الاختراق القياسي، اللي منها من قيمة N دي اللي هي عدد الدقات من الاختبار القياسي انا كنت بقدر اعمل استيميشن او اصنف التربة. قدرت ان انا في المحاضرات القديمة خالص نرجع لها هنلاقي ان انا عندي من قيمة N بقدر اصنف التربة، صنفت قيمة التربة اقدر اجيب قيمة ES من هذه العلاقة. من التجارب الاخرى اللي هي الغير مباشرة تجربة المخروط الاستاتيكي، وقلنا ان احنا بنقدر فيها الاي اس من حسب برضو ما بنصنف نوع التربة نقدر ناخد قيمة معامل الانضغاط من هذا الجدول، تربة طمي رمل 1.5 كيو، رمل متوسط كثافة 2، رمل كثيف 3، رمل زلط يعني بيبقى ميكس كده ما بين الزلط والرمل بيبقى 4، والتربة الطينية على وجه العموم في تجربة المخروط الاستاتيكي من 3 ل 8. طبعا احنا شايفين ده رينج جامد، يعني ده بالنسبة لي انا رينج جامد، وبالتالي انا ما حاولش برضو اعتمد على تجربة المخروط الاستاتيكي في تحديد اي اس بالنسبة لي التربة الطينية، ما اقدرش يعني اعتمد عليه، ده وجهة نظر شخصية يعني، انا بس لان انا الرينج من 3 ل 8 ده رينج واسع او كبير، وانا عندي زي ما انتم شايفين انا عندي قيمه الاي اس دي موجوده عندي في المقام، فبتؤثر بشكل فعال على حسابات الهبوط الفوري. بالنسبه لي تجربه القص بالمروحه دي بتقدر تحسب لي قيمه الهبوط الفوري للتربه الطينيه، دي هذه التجربه من التجارب الممتازه جدا بالنسبه لي النوع التربه الطينيه،
التربه الطينيه. لو انا عندي ضعيف متوسط تماسك، دي تجربه اللي هي القص بالمراحل والفنشر تيست، وبناخد منها ان الاي اس بتساوي 50 سي يو او 100 سي يو او 150 سي يو حسب تصنيف نوع الطين. يبقى تجربه القص بالمروحه انا هتعامل معاها بالنسبه للتربه الطينيه، بالنسبه لتجربه المخروط الاستراتيجي او تجربه الاختبار باللوح هتعامل معاها بسهوله لو كانت التربه غير متماسكه او تربه رمليه او رمليه زائد تربه زلطيه. خدنا جدول، هذا الجدول بيعتمد على الاكسبيرينس، بيعتمد على الخبره، حطوه لنا اساتذتنا من واضعي الكود علشان بالسنس بتاعنا وبخبرتنا نقدر نحسب قيمة اي اس معامل الانضغاط. اذا كان على حسب كل نوع من انواع التربة المختلفة هقدر اطلع من قدامها على طول من الكود المصري، اقدر اطلع قيمة الاي اس اللي انا هخش بيها على المعادلات. يبقى انا عندي يا اما من التجارب يا اما من هذه المعادلات. كده احنا قفلنا موضوع حسابات معامل انضغاط التربة اللي انا بحسب منه الهبوط الفوري. نبدأ نتكلم على الهبوط بالنسبة لطويل الامد. والنوع ده من الهبوط احنا اتفقنا مع بعض ان النوع ده من الهبوط اللي هو الكونسوليديشن ده بيحصل نتيجة انضغاط التربة ونتيجة صعوبة خروج المية من التربة الطينية، فده بياخد شوية وقت فيه انه يوصل لي الهبوط الكلي، لازم ياخد وقت عشان يوصل لي الهبوط الكلي. يبقى انا عندي هذا الهبوط سببه الرئيسي ان انا عندي بيحصل نقص في حجم الفراغات الموجوده في التربه. يعني انا عندي التربه بيبقى اكيد بتحتوي على اللي هي الفويد ريشيو اللي كنا زمان بنتكلم عليها خالص واحنا في الجامعه، بنقول ان اي نوع من التربه بتحتوي على نسبه معينه من الفراغات. نسبه الفراغات دي ممكن جدا يبقى فيها نسبه من الميه، يعني جزء ميه وجزء هواء، زائد انا عندي اللي هي الفاين جريد او التربة الناعمة اللي هي حوالين اللي موجودة في التربة، بعد كده التربة خشنة وهكذا، بتبقى خليط من أنواع التربة بتتدرج في الخشونة بتاعتها، وبالتالي نتيجة أنها بتيجي تركب فوق بعضها فلازم يتولد عنها جزء من الفراغات. هذه الفراغات أو نسبة الفراغات بتبقى مملوءة بالمية، لما بيحصل أن أنا بضغط على هذه التربة تبدأ المية تهرب من تحت الأساس، فهنا هيبدأ يحصل نقص في حجم الفراغات الموجود، وده هيتسبب عنه أو نتيجة ليه مع تأثير الحمل مع الزمن هيحصل ان المية دي تبدأ تهرب من هذه الفراغات مما يسبب الهبوط طويل الامد. يبقى انا كده عشان نتكلم على الهبوط. بالنسبة للهبوط طويل الامد احنا هنتكلم عن نوعين من التربة. في عندنا تربة اللي هي بنقول عليها عادية التدعيم وتربة مدعمة. ايه يعني ايه كلمة تربة مدعمة ويعني ايه تربة عادية التدعيم؟ علشان اقدر اشرح الكلمة دي كده ببساطة ونفهمها بسرعة، التربة عادية التدعيم اللي هي التربة اللي انا ما اثرتش على السطح الطبيعي بتاعها باي احمال زمان. يعني نقول يعني ايه كلمة زمان دي؟ نفترض ان انا عندي ارض طبيعية، ده انا بتكلم كده في الطبيعة، يعني حاجة موقع شوية سيتيو يعني، وانا في الموقع بتاعي انا عندي ارض، الارض دي كانت بطبيعتها يعني بحالها الطبيعي ما عنديش اي احمال خارجيه هنا، هي دي التربه اسمها عاديه التدعيم، عاديه التدعيم. طب ايه التربه المدعمه؟ التربه المدعمه ان ممكن جدا يكون انا عندي الارض دي فتره زمنيه انا استعملتها مشوى، يعني كنا بنحط عليها تلال من الرمل، كنا بنحط عليها طوب، كنا بنحط عليها اي حاجه، يبقى انا كنت بحط مؤثر خارجي، كنت بحط مؤثر خارجي على هذه التربه لفترات زمنيه معينه. نتيجة ان انا اثرت على هذه التربة باحمال خارجية، انتوا واخدين بال حضراتكم يعني انا اللي عامله خط الماجنتا ده هو سطح الارض الطبيعية، وانا جيت كان عندي احمال ما او لود او تشوينات كانت موجودة على سطح هذه التربة لفترات زمنية طويلة، وبالتالي وجود هذا النوع من الاحمال اكيد بيزود لي او بيدعم لي التربه. يعني كلمه تدعيم التربه جت من هنا، ان هو مجرد وجوده على التربه بهذه الاحمال فكان عامل كومباكشن، كان ضغط لي هذه التربه اللي موجوده وبالتالي مزود لي الكفاءه بتاعتها ومقلل لي الفويد ريشيو، يعني ده الشيء الطبيعي او النورمال. يبقى انا عندي فيه نوعين من التربه اللي هندرسها علشان نحسب الهبوط طويل الامد، ان انا عندي يكون تربه عاديه التدعيم او تربه سابقه التدعيم. يبقى انا عرفت كده او اتمنى ان انا اكون عرفت اوصل ايه فكره تربه عاديه او تربه مدعمه، عاديه التدعيم او سابقه التدعيم. بالنسبه لي التربه العاديه التدعيم، التربه العاديه التدعيم عايزين نحسب الترم اللي هو بتاع اس سي
ترم اللي هو اس سي، سي دي اختصار كلمه كونسوليديشن. اس سي بتساوي سي كابيتال سي مقسومه على 1 زائد اي نوت مضروبه في اتش اللي هو طبعا عمق الطبقه، احنا هنتعرف على كل ترم من دول، مضروبه في لوج بي نوت زائد دلتا بي مقسومه على البي نوت. كل ده حضراتكم اللوج ده لكل هذا الترم لوغاريتم المقدار ده. يبقى انا عندي الهبوط طويل الامد هنحسبه بهذا القانون، سي سمول سي او سب سي مقسوم على 1 زائد اي نوت مضروب في اتش، كل ده مضروب في لوج هذا الترم. نبدا نفسر مع بعض ما هي قيمه سي سي. سي سي هي اختصار كلمه دليل الانضغاط، دليل الانضغاط، وده احنا حضراتكم بنقدر نجيب دليل الانضغاط من رسم العلاقه ما بين الفويد ريشيو وما بين لوغاريتم الحمل المؤثر. نتكلم على كيفيه ايجاد الاول الترم الاولاني اللي هو سي سي اللي هو قيمه دليل الانضغاط، وده احنا بنجيبه من التجارب الاوليه. بنرسم العلاقه ما بين الاي او الفويد ريشيو اللي هي الخط الراس ده حضراتكم، ده اللي هو نسبه الفراغات، وعلى الخط الافقي هنعمل لوج بي او لوغاريتم الحمل المؤثر. تحت تاثير كل حمل ما، تحت تاثير كل حمل معين، هنجد طبعا ان المفروض نسبه الفراغات بتقل، يعني انا كل ما الحمل بتاعي بيزيد كل ما هجبس التربه زياده كل ما المفروض ان هيحصل تقلص في نسبه الفراغات، وبالتالي العلاقه لازم فعلا تكون علاقه عكسيه. بمعنى ان انا عندي في بدايه الامر ما يكون عندي الحمل اسمه بي نوت اللي هو الحمل المبدئي وبيزيد عشان يوصل لبي 1، يعني انا عندي البي 1 اكبر من البي نوت، من المتوقع جدا ان الفويد ريشيو اللي موجوده او المناظره لبي 1 لازم تكون اقل من الفويد ريشيو المناظره للبي نوت، علاقه عكسيه. ميل هذا الخط، ميل الخط اللي هو بنرسمه في العلاقه ما بين نسبه الانضغاط ولوج بي هو سي سي او دليل الانضغاط. يبقى كده عرفت انا العلاقه دي او السي سي انا بقدر احسبه بالنسبه للتربه عاديه التدعيم، وفهمت يعني ايه كلمه عاديه التدعيم في العلاقه ما بين لوج بي وما بين نسبه الفراغات، فان ميل هذا الخط، ميل هذا الخط هو سي سي اللي انا بحطه في هذه المعادله اللي هو دليل الانضغاط. طيب بالنسبه لدليل الانضغاط هنا حضراتكم عشان تقدر تحسبه بصوره سليمه، ده بيستعمل فقط او بيستعمل هذا الشكل فقط اذا كان له شرط، له كونديشن، الشكل ده له كونديشن، احنا اتفقنا ان ميل هذا الخط يعني الزاويه اللي بيصنعها مع الافقي. نفترض يعني الزاويه اللي هي دي من هذا الخط اللي هو الميل من هذا الخط لهذا الخط اللي هي الزاويه دي المحصوره دي هي ديت السي سي. بالنسبه لي هذه التشارتات او هذه المنحنيات اللي احنا بنشتغل عليها عشان اقدر اطلع قيمه هذا الميل، ده بيستعمل بالنسبه لي في التربه، لازم يكون العمق بتاع التربه اللي موجود اقل من نص عرض الاساس. يعني ايه حضراتكم؟ لو انا عندي هنا حضراتكم نفترض ان عرض الاساس هنا 2 متر، علشان اقدر اعتمد على الشكل اللي فات لازم يكون الاتش دي، الاتش دي ما تزيدش عن 1 متر، يعني ده لو 2 متر يبقى انا عندي الاتش دي ما تزيدش عن ايه؟ ما تزيدش عن 1 متر، يبقى انا عندي في شرط عشان اقدر اطبق ده ان يكون اتش اللي هو ارتفاع الطبقه اقل من نص عرض الاساس، اقل من نص عرض الاساس. طب الكلام ده ممكن جدا ما توفرليش في الطبيعه. يعني ممكن يكون عندي الاتش دي كبيره جدا، ممكن تكون اضعاف اضعاف القاعده. في هذه الحاله ببدا اقسم الاتش الكبيره دي الى ارتفاعات صغيره بحيث ان كل ارتفاع منها بيكون العمق بتاعه بيساوي نص عرض الاساس انصون. يعني ببدا اخد الاتش الكبيره دي اللي هي 7 متر او 8 متر، انا عند الاساس ده متر، يبقى انا بقسمها الى طبقات ارتفاع كل منها متر 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 متر، ببدا احسب او ببدا احسب السي سي لكل طبقه منهم، وفي النهايه المجموع الجبري لهذه الطبقات مجتمعه هي دي السي سي بالنسبه للطبقات اللي السمك فيها اتش بيكون اكبر من نص عرض الاساس. يبقى النقطه دي مهمه بالنسبه لي وانا بحسب علشان قيمه الاتش، يبقى انا عندي بالنسبه لي اقدر احسب الهبوط عند
الطبقة الأولانية اللي العمق بتاعها أقل من نص العرض الأساس، أقدر أحسب اس للطبقة اللي وراها للطبقة اللي وراها للطبقة اللي وراها، بعد كده أعمل سميشن للاس دي فتديني الهبوط الكلي بالنسبة للطبقات علشان أقدر أتعامل مع هذه المعادلة. يبقى ده الكونديشن أو الشرط اللي أنا كان بس عايز أوضحه. طيب بالنسبة لي التربة لو كانت سابقة التدعيم، معلش وقت المحاضرة بيطول وأنا عايز أكسب وقت بصراحة في أن أنا أحمل لكم محاضرات، لأن أنا عارف أن أنا قصرت معكم الفترة فاتت، بس والله كان غصب عننا يعني. ونحمد الله على كل شيء، على ما أتى من خسائر وما يعني كسبناه من مكاسب، نحمد الله عليه. وأتمنى لحضراتكم كلكم أوقات سعيدة إن شاء الله، والمحاضرة الجاية وإن شاء الله يكون رفعها سريع بإذن الله. أنا هكثف المحاضرات الفترة اللي جاية علشان أقدر بإذن الله أعوض الجزء اللي فات بإذن الله، وأتمنى الله من الله عز وجل الصحة والعافية لكم جميعا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله